بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في هذه الحلقة سأتحدث عن How to plot a line chart in Python using Matplotlib library، أي كيف نرسم مخطط خطي في بايثون باستخدام مكتبة Matplotlib library. أولا بنستورد مكتبة Matplotlib library، فبنكتب في أول سطر هنا import Matplotlib plotlibrary.python plot، نعطيها alias name فبنكتب as plot. طبعا احنا هنا بنستخدم alias name plot بدل ما نستخدم الاسم بالكامل matplotlibrary. بنفتح متغير يعبر عن الظاهرة x، اي الظاهرة التي تعبر عن الاحداث السيني، فبنكتب هنا x. بنفتح square brackets وبنكتب القيم التالية 1 2 3 4 5. بعدها بنفتح متغير y يعبر عن احداثي الظاهرة اللي بنكتبها على الاحداث الصادي. نفتح هنا السكوير براكتس ونكتب مثلا هنا على سبيل المثال 3 6 9 12 15. نرسم البلوت، فبنكتب هنا plot dot plot، نفتح براكتس ونكتب هنا الظاهرة x وهنا الظاهرة y وكوما، وبعدين نرسم الخط بطريقة مختصرة، حدد لونه وبعدين نوع الخط، فبنكتب هنا single quotation وبضغط جي هنا اختصار لجرين. لو انا عايز ارسم الخط لونه ازرق ممكن اكتب بلو يعني لونه ازرق. ممكن استخدم مثلا اي لون، يا جرين بلو يلو اي لون انا عايزه. فمثلا انا بستخدم جين وبعدين احدد نوع الخط هنا سوليد، اضغط على داش وبعدها اخد هنا كوما واختار هنا مثلا الماركر سايز، حجم الماركر اللي انا هرسمه يساوي مثلا 12. بعدها نكتب plot dot show، اعرض البلوت عندي، نضغط على run. رسم لي هنا البلوت، طبعا ده القيم الاحداثي x ودي القيم على الاحداثي y، ورسم هنا الخط عندي solid. لنفرض ان انا عايز ارسم الخط ده داج، نكتب كمان داج هنا عرض لي داجت لاين. لو انا عايز اعرضه مثلا دوتد خط منقط، فبنمسح هنا الداج وبنضع الكولو، طبعا الجي قلنا لون اخضر وهنا كولو وضعناها، نضغط رن. رسم لي الخط هنا منقط اي دوتد. بعدها ممكن نرسم الخط داج دوت يعني هنا داج وبعدها نضغط دوت، نضغط ران. رسم الخط هنا داج دوت زي ما احنا شايفين. لو انا عايز ارسم الخط مثلا بوينت، فبضع هنا بوينت، نضغط ران. رسم لي هنا الخط بوينت، نغلق. لو انا عايز ارسم الخط هنا بيكسل بالبيكسل، اخد هنا كوما واضغط رن، اظهر لي الخط هنا بيكسل. طبعا النقاط صغيرة تكاد تكون غير واضحة هنا لانها مرسومة بالبيكسل، نغلق. لو انا عايز ارسم الخط بشكل دائري، امسح الكوما واكتب حرف الاو، هنا معناها جرين سيركل، جي اختصار لجي وO اختصار لكلمة سيركل، نضغط رن. تم عرض الماركز هنا العلامات على شكل سيركل. طيب لو انا عايز ارسمها على شكل تريانجل داون يعني مثلث وجهه الاسفل، نغلق وهنا امسح حرف الO واضغط على حرف الفي، الفي هنا بيرمز ل تريانجل داون، نضغط على رن. عرض هنا الخط على شكل تريانجل داون يعني مثلث وجهه لأسفل أو رأسه لأسفل. بعدها لو أنا عايز أرسم مثلث تريانجل أب، فبضغط على الهات، الهات اللي هي موجودة في لوحة المفاتيح فوق حرف 6، نضغط رن. رسم هنا تريانجل اب
لو انا عايز ارسم تريانجل ليفت فامسح دين واضغط هنا علامة سمولر زان اصغر من واضغط ران كده رسم لي تريانجل ليفت يعني رأسه اتجاه الشمال. لو انا عايز ارسم تريانجل رايت خلي المركز هنا تريانجل رايت فاضغط هنا جريتر زان ونضغط ران رسم هنا الماركس على شكل تريانجل رايت. لو انا عايز ارسم في شكل ثلاثيه تراي داون بضغط هنا جي مثلا مع واحد واضغط ران هيرسم لي ثلاثيه وجهه لاسفل. لو انا عايز ارسم تريانجل ليفت فبضغط هنا جي مع اتنين يعني جرين لونه يكون جرين مع اتنين هيرسم لي نقاط ثلاثية تجاه أعلى هنا تراي أب. لو أنا عايز تراي ليفت أكتب جي مع تلاتة أكتب هنا جي مع تلاتة وأضغط رن رسم هنا ثلاثية تراي ليفت. لو أنا عايز تراي رايت أمسح دي وبدل ثلاثة أغيرها إلى أربعة وأضغط ران رسم هنا نقاط ثلاثية تجاه اليمين. لو أنا عايز أرسم أوكتاغون أحذف هنا أربعة وأكتب ثمانية الرقم ثمانية ونضغط ران يرسم لي هنا النقاط أو الماركس على شكل أوكتاغون. لو أنا عايز أرسمها على شكل سكوير أمسح 8 وأضغط حرف الإس إس إخصار لي سكوير نضغط ران سكوير يعني مربع. هنا رسم لي الماركس العلامات اللي على الخط هنا على شكل سكوير. لو أنا عايز أغيرها وأرسمها على شكل بنتاجون أمسح الإس هنا وأكتب البي سمول ونضغط ران رسمها هنا على شكل بنتاجون. لو أنا عايز أغيرها من بنتاجون إلى علامة بلس أكتب البي كابتل أضغط ران رسم لي البلس وضع الماركس هنا على الخط على شكل علامة بلس. لو أنا عايز أغيرها إلى نجمة أمسح البي وأضغط الأستريك الأستريك طبعا موجودة فوق حرف الثمانية من لوحة المفاتيح اللي هي بنسميها علامة الضرب في العمليات الحسابية في البرمجة نضغط ران رسم لي النجمة أي علامة الأستريك نغلق. لو أنا عايز أرسم هيكسجان فبنكتب هنا H small أو small H نضغط ران رسم لي الهكسجان ده الهكسجان النوع الاول. في نوع تاني من هكسجان لكن بيكون مع الاتش كابيتال فبنكتب هنا كابيتال اتش نضغط ران رسم الهكسجان ولكن بشكل تاني. لو انا عايز ارسم علامة البلس ممكن اضغط البلس مباشرة من لوحة المفاتيح اضغط علامة زائد واضغط ران رسم لي هنا الماركس على شكل بلس. لو انا عايز ارسمه على شكل اكس فاضغط هنا اكس سمول اضغط ران رسم هنا على شكل اكس سمول. لو عايز الماركس تبقى اكس فيلد ماركس فاكتب هنا اكس كابيتال اضغط ران هنا الماركر اصبح هنا اكس فيلد ماركر غير الاكس الاولى. الاكس الاولى كانت اكس رفيعه فيري ثين لكن دي الاكس دي اكس فيلد. طيب لو انا عايز ارسمه على شكل دايموند ماسه فاضغط حرف الدي كابيتال دي كابيتال يبقى هنا دايموند ماركر نضغط ران
رسم هنا الماركس على شكل دايموند. لو انا عايز ارسمه على شكل دايموند لكن ثين دايموند، فنكتب الدي سمول، نضغط ران، رسم هنا ثين دايموند لكن الاولى كانت بيج دايموند. لو انا عايز اغيرها ل فيرتيكال لاين، امسح الدي واضغط هنا العلامه دي من لوحه المفاتيح، الفيرتيكال لاين، اضغط هنا ران، رسم هنا فيرتيكال لاين. الماركس هنا اصبحت خط عمودي فيرتيكال لاين. لو انا عايزها هوريزونتال لاين فامسح دي واضغط اندرسكور من لوحه المفاتيح واضغط ران، هنا رسم الماركس، هنا رسم الماركس على شكل هوريزونتال لاين. ده كان بالنسبة للطريقة المختصرة للرسم البياني، لكن ممكن استخدم طريقة اطول وباسلوب تاني. ممكن امسح دي واكتب هنا لاين ويدث، يعني سمك الخط يساوي وليكن 5، وناخد كومة هنا ونكتب الكالر لون الخط يساوي هنا سنجل كوتيشن ونكتب مثلا جرين. بعدها ممكن احدد الستايل الخاص بالخط، فبكتب هنا لاين ستايل يساوي وبين سنجل كوتيشن واكتب هنا سوليد. دي طريقة اخرى لعمل الرسوم والماركس ايضا، ونضغط هنا ران، رسم هنا الخط سوليد لكن دي بالطريقة اللي هي الطريقة التقليدية. لو انا عايز ارسم الخط مثلا على شكل داج، فنكتب هنا داج، داجد، ونضغط ران، رسم الخط هنا داجد. لو انا عايز ارسمه خط نقطي فبنكتب هنا دوت، دوتد، نضغط ران، رسم لي الخط هنا دوتد. لو انا عايز ارسمه داج دوتد فبزود هنا واكتب هنا داج، داج دوتد، ونمسح هنا اخر حرفين وبنكتفي هنا باسمها داج دوت. رسم هنا داج دوت. لو عايز نحدد هنا المارك ممكن استخدم ايضا الرموز، يعني مثلا لو انا عايز خط سوليد بدل ما اكتب سوليد اضغط داج ونضغط ران، رسم لي هنا الخط سوليد. لو عايزه خط نقطي فاكتب فولو، نضغط ران، رسم لي هنا الخط على شكل نقاط. لو انا عايزه هنا داج دوت فبكتب هنا داج دوت واضغط ران، رسم الخط هنا داج دوت. لو عايزه الخط داج اكتب الداج مرتين، نضغط ران، رسم لي الداج هنا مرتين على الخط. ده كان بالنسبة لي كيف ارسم اللاين شارتس باستخدام انواع مختلفة من الماركس بالطرق المختصرة وبالطريقة التقليدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.